انا عندي بيانتو 3 ans بون حاجه اللي تخلي الزواج ناجح سي المفاهمه سي كل واحد يسمع الاخر توجور تكون كاين يكون كاين الحوار لو سونس استاذ لو كيفاش نقولوا اكتيف لسنين واحد كيسمع يسمع استاذ الى كوت لوتر واش هو يقول زواج ناجح واحد يحمل الاخر ما في كومبري صدر يفو توجور تقعدي زين فو سو كالمي صح الانسان عنده لينير المرحله قبل الزواج راهي سادو نيمبورت كوا باسكو لوم يحيي بروحه مليح والطفله تقلب روحها مليح هي المرحله تاع الصح سي بعد الزواج تشوفي حقيقه الانسان هذاك كيفاش يتعامل معك وكل شيء على تربه الوالدين حطها في بالك تربه الوالدين سي فو با فو جامي ريغريتي اذا امك ملاحه ام وهي ملاحه تزوجوا مليح صبرت على جال ولادي ودرت داري والحمد لله وهنا كبرنا وزوجناهم وخلاص الحب والصبر كيكون الحب بين الزوجين والصبر والاولاد ثاني تكون ناجحه كيكون عندك اولادك والاخر اوبليجي والمراه لازم تصبر 37 سنه الصبر ونالوها في الجنه تجمع لي صبر باذن الرحمن ان شاء الله